هل سمعتم عن اكتئاب ما بعد النجاح الذي يصيب الذين حققوا نجاحاً كبيراً أو وصلوا لمكانة عالية؟ البطل الأولمبي السعودي طارق حامدي تكلم عن تجربته مع هذا الشعور بأنه بعد إنهاء المنافسة دخل بدوامة أسئلة عن هويته وقيمته الحقيقية ويشكك في قدراته وإنجازاته. بالنسبة للاكتئاب اللي بعد الأولمبية بعد تحقيق اللاعب لميدالية أولمبية، هي في البداية أكيد يعني بتكون في فرحة عارمة وبيكون في يعني جزء كبير من تحقيق منجز وتحقيق ذات بنفس الوقت بعد، خصوصا لما يكون هدف بالنسبة له. يعني بعد كذا بعد ما يمر الوقت شوي أعتقد إنه يصير، طبعا أنا بتكلم عن تجربتي والتجارب اللي سمعتها يعني أو قرأت عنها، تيجي فترة أسئلة وجودية كثير إنه طيب وبعدين وش أقدر أسوي، كيف أقدر أعلي على هذا الإنجاز، هل أنا أصلاً أقدر أعلي على هذا الشيء ولا لا، وهل يعني هل أنا فعلاً كنت أستحق هذا الشيء ولا لا. فيبدأ اللاعب يبدأ يشكك في نفسه، هل أنا كنت أستحق هذا الشيء، هل فعلاً أنا أخذته بجدارة ولا كان محض الصدفة، أو قد تبدو أسئلة يعني بعض الأسئلة أنه جداً غريبة، بس أن هذه الدوامة صراحة المظلمة أسميها اللي يدخل فيها. طيب خلينا نروح إلى الزميلة ريان ونشوف قصص مشاهير عانوا من اكتئاب ما بعد النجاح. شكراً يا ريم. خاضوا معارك مع الاكتئاب لكنه نال منهم، إليكم أبرز قصص المشاهير مع الاكتئاب. أسطورة السباحة الأمريكية مايكل فيليبس الذي كشف عن معاناته مع الاكتئاب بعد انتهاء مشاركته في كل دورة أولمبية ابتداء من 2004. الحياة لا تحتمل، سامحوني بهذه الرسالة، ختمت دليدا حياتها المليئة بالشهرة والنجومية والخسارات العاطفية والخيبات أيضا، بعد أن تناولت جرعة زائدة من المهدئات التي أودت بحياتها ورحلت المغنية الشهيرة في 1987. أما سيلفيا بلاث التي رحلت في 1963، صنفت من أهم شاعرات القرن العشرين وانعكس ذلك على نصوصها. طبعا سيلفيا حاولت الانتحار مرارا وفشلت، لكنها نجحت في المرة الأخيرة من مطبخ منزلها وحققت عبارتها الشهيرة: الموت فن وأنا أمارسه بإتقان. نختم بنجم الكوميديا روبن ويليامز الذي أضحك الملايين لكنه فشل في إزعاج نفسه، طبعا أنهى حياته بالانتحار شنقا في 2014 بعد معاناة مع المرض والاكتئاب والأرق في أشهر حياته الأخيرة. الآن عودة إلى ريان. شكرا لك يا ريان. أكيد كمان أرحب بزميلتي راوي. يعني ما أدري لو أسألك نفس السؤال، يعني إيش تحسي بعد ما تشعري بالنجاح، إلى طموح أكثر ولا مرحلة اكتئاب؟ لا يعني بشكل عام طموح أكثر، بس ما أنت بتحكي عن أنواع مختلفة من نعم. النجاح، لما مثل البطل السعودي الأولمبي نعم. بنحكي عن نجاح مختلف كتير عن مثلا نجاحات صغيرة أنا بكون أو أهداف أنا بكون حاططها نعم. لنفسي. بس في كتير أحيان يا ريم بحس بأنه الطريق إلى النجاح، الرحلة اللي أنت بتخوضيها عشان توصلي لهدف وللنجاح، هي اللي بتحمل القيمة الحقيقية أكثر من النتيجة نفسها في الحقيقة. طبعا هذا الأمر نفسه حدث مع عدنان عبد المجيد مدون أكلات الشارع المشهور بأكلة عدنان اللي توقف عن التصوير على قناته لفترة. نتابع. الفترة اللي فاتت دي أنا كنت بمر بظروف نفسية، ظروف نفسية يعني صعبة، كان كل يوم بيراودني أن أنا عايز أقف تصوير وان انا ما صورش وان انا اكتفي بالسنين اللي انا صورتها. دي حقيقه، يمكن انا اول مره هكلمكم عنها. الظروف بتخليك ان انت عندك ضغط، ضغط في شغلك وضغط في حياتك الشخصيه. فالفتره اللي فاتت دي كلها فعلا انا ما كنتش بصور، وقفت، بس بصيت لنفسي كده وقلت طب وبعدين. نرحب بضيفنا من عمان صانع المحتوى عدنان عبد المجيد. مرحبا يا عدنان. يعني مريت أنت بفرحة بفترة من الوقوف، قررت الاعتزال بعد نجاح كبير، لماذا؟ أولا بصب على حضراتكم وبصب على قناة العربية وبقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وأنا مبسوط إن أنا معاكم على القناة.
طبعا الفترة اللي فاتت دي الحمد لله من أول 2020 لغاية النهاردة يعني بفضل الله أنا عامل أكتر 2400 فيديو صورتهم. صح. كل الفترة دي أنا سعيد بيها وطبعا مبسوط إن أنا الحمد لله بظهر الناس البسيطة وبظهر مطاعم كمان وكل حاجة. طيب. والحمد لله ربنا كرمني عملت علامات كبيرة جدا وبفضل الله الوضع دلوقتي الحمد لله ناس كتير جدا لما بتحب تصنع محتوى بتخش على أكلة عدنان تشوف عدنان تصور فين وحققت نجاح ومشاهدات كبيرة. لكن جاتك فترة قلت أني أنا بأفكر بالاعتزال، ليش؟ بص حضرتك أنا كراجل صانع محتوى مراقب من الناس كتير جدا. يعني إيه؟ يعني أنا لما بخش مطعم أنا وبناتي الناس اللي بتخش تشوفني وأنا باكل يعني كذا موقف حصل كده إن يقول لك أهو ده عدنان جاي هو ومراته وأولاده ياكلوا كده وخلاص يعني جايين لمين بعضهم وجايين ياكلوا ويدوا الأكل. فطبعا ده حصل معايا مرة واثنين وثلاثة ويمكن كمان أثر معايا. كنت في مطعم أنا والمدام وبناتي الاثنين الحمد لله كنا بناكل فلقيت واحد بيقول لهم هو عدنان ده جاي ياكل هنا ببلاش وجاي يقدم الأكل ويعرف الأكل إيه. طب أنت ليه تتهمني بكده؟ يعني بنقدر نقول أستاذ عدنان بأنه يعني اللي خلاك تفكر بالتوقف على الأقل هي رد فعل الغير يعني مرغوب فيه من الناس أكثر من أنه كان في نوع من أنواع الصراع بينك وبين نفسك حول النجاح اللي أحرزته. بصي حضرتك أيوة بصي حضرتك النهاردة أنت كصانع محتوى أنت مراقبة من كل حاجة زي ما أنا بقول لحضرتك بس الناس اللي بتتكلم هي مش عارفة مين عدنان هي بتشوف عدنان دون بيأكل. طب أنت تعرف أن أنا بدفع حق الأكل دون؟ أنت تعرف أن أنا بخش مطعم زي أي واحد بدوق أكل معايا أسرتي؟ ليه أنت تجرح مشاعر بنتي؟ لما أنا بنتي تبقى قاعدة ومتضايقة وتقول لبابا هم اللي بيقولوا كده فبقولها معلش أنا المدام عندي كذا مرة كان هيحصل مشكلة مع ناس بسبب الموضوع ده. نعم. طب أنت ليه بتبص لي كده؟ ليه أنت أنت ما تعرفش عدنان أيه؟ فأنت ليه بتحكم عليا؟ يعني اختلفت الأسباب أستاذ عدنان قرار. ولكن خلينا كمان نروح نشوف آراء الناس في هذا الموضوع لماذا يكتئب الناجحون؟ وجهة نظري لأنه يتعب من كثر لين يوصل للمرحلة اللي هو فيها لازم يمر في مراحل لين يوصل للنجاح اللي هو يبغاه يعني فهذه أحد الأسباب أنه لازم يمر باكتئاب شوي أو يتحطم في بعض المراحل اللي يمر فيها هو. الناجح ما يكون عنده شيء قدام يكون أنه ختم الحياة خلاص اللي يكون لسه فاشل يكون عنده قدامه أشياء يحققها يكون عنده أشياء بيسويها في حياته. اكتئاب الناجحون من كثر الأشياء اللي سووها وما عندهم جول زيادة يسووها. من الفرحة لأنه خلص مثلا مثيرته الدراسية المهنية ومن الفرحة الكثير اللي تجي له. اكتئاب ناجح إذا مثلا قفل كل حاجة يعني خلاص يعني ما عنده طموح زيادة مثلا يقدم بس لكن لو مثلا غير ناجح بيكون قدامه الطريق. أحس الإنسان مو كلهم طبعا بعضهم الناجح يطمح للكمال ممكن هذا يكون من الأجوبة أو الطمح للكمال هذا شيء غير يعني صعب الواحد يوصل لأنه ما هو موجود ربنا ما خلقنا مكتملين بالعكس. فأحس الضغط النفسي اللي هو يحطه لنفسه أكثر من الضغط اللي يواجهه من المجتمع وعلى حسب الشخص يعني في أشخاص تلاقي هذا الضغط من أهلها من زملائها من أصحابها فما تقدر تحس كده ضغط عليهم. طيب عدنان الآن بعد ما تحقق فيديو مشاهدات وبتصور محتوى بيلاقي إقبال عند الناس هل هذا بيشكل عليك ضغط إنه أنا بدي لازم أسوي حاجة أفضل من كده عشان أحقق نجاح أكبر من النجاح اللي أنا حققته؟ إيش تشعر وقتها؟ بص حضرتك طبعا أنت لما بتيجي تعملي فيديو أنت بتحط في دماغك إن الرسالة بتاعتك توصل للعالم كله لما أنت بتنزل الفيديو وبعد كده هو بيبتدي الناس متفاعلة معاه أنت بتبقى مبسوط فبتبص بعد كده أنت عايز تتطلع لحاجة أقوى من كده ودي حقيقة عشان خاطر توصل رسالة ناس كتير جدا ويوصل لهم اللي أنت بتعمله بدليل سيادتك أن الحمد لله في الأول خالص أنا لما جيت صورت سفير كوريا الجنوبية نزلته المطرية
وكمان السفير الجديد اللي جه نزلته الغورية، فانت بتعملي حاجات مش مستنيه من حد مقابل. انا ما فيش حد يكلمني وقال بس 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 منتظر النجاح، يعني انت منتظر النجاح، المشاهدات المشاهدات نعم. والتفاعل، لكن لما تنجح لما تكون حاجه كبيره هل تشعر انه بضيقه او انه انا اليوم طبعًا. لازم اتحدى نفسي في حاجه اكبر من كده؟ بصي سيادتك، اول لما انت بتعملي الحاجه وبتبقى مبسوطه بيها جدا وبتنجح، انت بتركزي ان انت لازم توصلي لاعلى من كده كمان. بالظبط. بس لازم تحطي في دماغك حاجه واحده، ان انت لازم تبيني الحاجه اللي فعلا محترمه، مش تبيني الحاجه اللي انت بسببها تاخدي مشاهدات وتكون في نفس الوقت مؤذيه لناس تانيين، او حاجات سلبيه انت تقدميها عشان خاطر توصلي لمشاهدات اعلى. لان سيادتك عارفه وكل الساده المشاهدين عارفين ان السوشيال ميديا كل ما انت بتعمل حاجه غريبه كل ما هي بتنتشر اكتر، وبنفس الوقت بيكون في ضغط عليك. كل صانعي المحتوى طبعا بيعانوا من نوع من انواع الضغط، هم مراقبون نعم. زي ما ذكرنا من البدايه. ولكن في نوع اكتئاب اللي احنا عم نحكي عنه اللي بيجي بعد النجاح واللي هي مخالف لاي توقعات. يعني راينا مثلا البطل الاولمبي السعودي اللي كان يعني بتحدث بالمقطع الفيديو في بدايه هاي الفقره، بيحكي على اسئله ضخمه وكبيره جدا يسال نفسه هذه الاسئله بعد النجاح. برايك انه هذه يعني هذا الشيء كل الناجحين يمروا فيه، ولا هي على حسب في ناس بتتعاطى مع هذا الموضوع بطرق مختلفه؟ بصي حضرتك، بالنسبه للناجح اللي حاسس ان النجاح بتاعه دون بيفيد المجتمع وبيفيد نفسه، الموضوع دون بيفرق معاه جامد جدا. لكن في ناس بتنجح ومش فارق معاها اي حاجه. لكن طبعا البطل الاولمبي السعودي انا سمعت الكلام بتاعه وهو فعلا كلامه مظبوط جدا، ان احنا بنوصل لمرحله ان انت بتنجحي وبتبقي عايزه تعملي حاجات كتيره، بس بيجي لك وقت تقولي طب انا فعلا اللي انا بعمله دون هل الناس هي حباه ولا لا؟ هل الناس دي فعلا مقتنعه باللي انا بعمله ولا لا؟ ف بيجي لك صدى كده ان لا. طب انت بتوصل لمرحله ان انت بتوصل، هو على كل حال مش عارف في النهايه في النهايه كل ما سالنا انفسنا او وضعنا انفسنا تحت يعني تحت المجهر، كلما على الاقل من الناحيه الايجابيه احنا عمالنا بنحسن من كل ما سالنا انفسنا واجبنا اجابات صحيحه، اذا وجدنا الاجابات كل ما احنا عم نتقدم بالاتجاه الصحيح. خلينا اشكر ضيف صانع المحتوى عدنان عبد المجيد، شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا يا فندم. شكرا.